عندما يروي الفن ذاته بذاته فلا وصف أدق، فالفن روح عشقت بجسدها الارتباط، وهذا حال أسطورة الأنباط التي نهضت بكيان من حجر فأمست معشوقة وملهمة الفنانين، ومن عشقها كتب، ومن هواها شعره انسكب، كل هذا في كتاب يجسد البتراء، وكل حرف فيه قطعة من ذهب. نحن كفنانين ما أن ننظر للبتراء حتى تبدأ مشاعرنا بالتحرك، وكأننا نرى أهلها بالماضي، فنروي بعدها عظمة المدينة وأهلها. وبالحجر الأصم حاكت البتراء العالم بأسره، وكلامها من صخر، لذلك توجب على فناني العالم ترجمة كتابهم للغات الدنيا، كتاب ستسافر فيه البتراء روحا هنا وهناك، عساها تشف عن جسدها الذي لم يستطع أن يكسوه بعد التراب. هذا الكتاب مطبوع بست لغات، سيعرض ويتم إشهاره في عدة دول أوروبية، ونعتقد أنه هو إنجاز صحيح، يضاف ويضيف بنية جديدة أو لبنة جديدة في بنية المشهد الثقافي الأردني والعربي. محتوى الكتاب لوحات فن تشكيلي، تصوير، نحت، خزف، وموسيقى، وأغنية مغنى عن البتراء. ومع كل شروق وغروب تقلب صفحات هذا الكتاب، ومعه عين تقرأ وأخرى تحاول علها تتخيل جمال ما فيه جاء، ودون عجيبة هي البتراء. ولأن البتراء حضارة حفرت بالصخر وخلدت تاريخ من بنوها، كان على من ورثوها حفظ هذا الإرث، فسالت البتراء حبرا وكتبت شعرا وعزفت لحنا، إرث تركه عمالقة الأنباط، فحمل فنانون عالم وزر حفظه في كتاب هو البتراء ملكة الصخور في سطور. عماد العضالي، MBC، عمان.